ذكر بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي، وأن هناك متابعة شخصية من قبل سيادته لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق. وأشار البيان أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات. وقد أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة من الاستشاريين والخبراء الفنيين لبحث شكاوى وملاحظات المواطنين.